عليكم اعزائي المشاهدين، ومساء الخير، مساء العافيه، مساء الورد والياسمين، مساء القرنفل على عيونكم الحلوين، متابعينا الحلوين، وحلقه جديده من برنامجكم، برنامج يو تو. ومستمرين وياكم اعزائي متابعي قناه دبليو تي في وطن من داخل المول، واليوم راح نحكي بهواي مواضيع داخل المول وفقراتنا مثل انتم ما تعرفوها، وخاصة المقلب اللي راح ينكتب بيه مصطفى. هذا المقلب اطرب عليه، كلش احبه للمصطفى ينكتب بيه. اخ قلب اخ رجليه تكسره. مصطفى، اليوم موضوعنا عن الكذب، بس الكذب انواع، اكو كذب ابيض، واكو كذب غش، واكو كذب على مود يحافظ على الشخص المقرب اليه. كل انت الكذب شلون نوعية الكذب اللي تستخدمها؟ استغفر الله، الحمد لله واشكرك، بحياتي ما كذبت ولا يم كذب. يعني اللي يقول لك انا ما مكذب بحياتي، يعني حياته كلها كذب، هاي خذها قاعده بالحياه. مشكورة. زين، انا مكذبه هواي، انت انسان المقرب بالنسبه لي. اقول لك انا مكذبه هواي بحياتي، بس كذب كان ابيض يعني مو اسود. شوفي. لا شوف، خلينا عن داعش شقه. كثير يعني شوف، المواطن العراقي تمام، عمله داخل بيته ويا الاسره مالته تمام، يكون اكو كذب موجود. هذا شيء، هذا شيء منتهي من يمه، بس اكو كذب عن كذب يختلف. مثلا ذا وادي ذاك يوم دزاني قال لي بابا، قلت لها قال روح جيب صمون. انا متعاجز يعني اروح اجيب صمون، قلت لها رحت ولقيته معزل، وانا اصلا ما رحت. زين ليش خطايا مو جوعان؟ لا مو دسجاد اخوي، راح اروح اجيب. بعدين هو اسبير. اسبير قبل هذا النوع. هم خليني اني. اي مصطفى، انت عندك راي وانا عندي راي والعالم عندها راي، نروح نشوف اراء العالم. تمام. تعالوا يانا يعني. خليكم متابعينا يانا يعني، تعالوا نشوف اراء العالم. وبعدنا مستمرين وياكم اعزائي مشاهدي قناه دبليو تي في وطن، ونتعرف على اصدقائنا. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يخليك. اسمك؟ مختار. مختار. مصطفى. محمد. همام. امين. شو؟ امين. يا رب ان شاء الله. اصدقاء كلكم؟ اي طبعا. ان شاء الله امين. اليوم عندنا موضوع برنامج اوتو، الموضوع يقول هم متشذب بحياتك؟ اكيد متشذب بحياتي. حلو الاعتراف، حلو. اي. على من متشذب؟ على اشخاص، على اهلي، عادي يعني. زين، الكذب كان ابيض، لو كذب اسود، لو كذب غش، لو كذب على مود تحافظ على الشخص اللي مقرب الك. هاي سالفه هذا. لا هي لا لا هي هي تعتمد حسب الموقف. يعني كل موقف ولا في كذب معين. هو عنده هيك كل موقف يستخدم له كذبه. يعني حلو حلو. زين، شنو هي الكذبه كذبتها؟ وحده من عندها نحكي لنا اياها. والله ما ادري اخطر على بالي شيء. زين، على حبيبتك مكذب؟ اكيد. لا لا، اي حتى حافظ عليها. ليش كذب؟ مقضيها حتى حافظ عليها. 24 ساعة تكذب عليها؟ لا مو 24 ساعة، يعني موقف من المواقف. علينا كذب. لا يطلع ويانا للمول ويقولون رايح محاضرة. رايح محاضرة، رايح حقرة، رايح انا تعبان من الشغل. احنا قاعدين نبات وما يقولون رايح محاضرة. حلو حلو. لا لا، هاي مش انه مواقف. وشهد شاهد من اهلها. مصطفى اسال. تمام، شلونك حبيبي؟ حبيبي. شو اخبارك؟ الحمد لله. اسمك امين مو؟ امين. هلا يا رب ان شاء الله. امين ان شاء الله. كنا امينين ان شاء الله. بس انا اصلا من لا يقتل الموضوع. تمام. امين طالب؟ اي. يا مرحله؟ اولى. يا كليه؟ بالمشرق. على راسي والله. يا قسم؟ فيزياء طبيه. شنو هاي المدرس عندهم يطلع لهم الصبح لابس زي رسمي؟ شلونك زين انت؟ الحمد لله. شلون الاجواء داخل المول؟ يعني حلوه. امين. جميله. نجيك من الاخير، تمام؟ اي. كم مره مكذب بحياتك؟ هواي. كم مرة باليوم؟ باليوم؟ لا ما تنحسب باليوم، يعني مرة يجوز. تمام، اذكر الكذبة اللي كذبتها باليوم. اليوم ما مكذب. البارحة؟ ما ذكر كذبت. كذبة من كذبات اللي كذبتها أنت؟ كذبة. أوت البارحة كذب؟ على الحلقة. أنت منافق مالهم؟ ها؟ شنو الموضوع؟ باع حافظهم. كلهم حافظهم. ها حافظهم إي. باع. حبيبته طالبة منه شغلة. إيه. اللي هي حلقة مال التليفون. إيه. خوش؟ هو قال لي لا جبت لي هي، قلت له جبتها، قال هي جبتها، هو ما جابها. ما جابها. اي راح ركب جاب لها وحده، كان يقول هي هاي. خوش. رحنا لها، رحنا لها باليوم اللي راح نروح يعني نشوفها، ناسيها بالبيت. لا بوع هذا اللي تشذب. اول ثاني كذب. بعد كذب قصير. اي كذب الله ذبح منها. كذب كذبه. من وصل لها قال وقعت بالتاكسي بالسياره. يا الله. هو ناسيها بالبيت. ترى الشهد شاهد من اهل هذا، هذا شوفينا باع يعني. احنا مو بدا احنا طبابين خير ترى. بعض الاصدقاء اللي دائما يعني تدلون اصدقاء مقهى او بالبيت او كذا باي مكان، شفت دائما حسب رؤيتك للكذب اللي جاي يصير، مو شو قام الكذب ينكشف؟ اي طبعا اكيد.
يعني نشوف صاحبك قاعد يمك يقول اوه والله البوحه بفلان مكان قاعد، مبينه كذبه مبينه كذبه مبين يحمل قاعد بالغرفه الاخيره ها بالضبط سبح ما سابح والله البوحه قاعد بالمول والله ماكل فنجر هو بيبي يسمي متيته اي صح مو صح؟ صح مره بك هاي السالفه اي طبعا اكيد ها مسويها؟ لا انا ما مسويها بس مصطفى ها اكو واحد فول اه هيك عندهم لازم عندهم واحد شو اسمه؟ ليث ليث عمي ليث ليث قاعد قاعد وياهم ليث ابو الكارفت هو يعرف ابو الكارفت ابو الكارفت ليث ابو الكارفت يلا شوفوا عايشة اسمك انت مصطفى انا ما انت خل يلا تمام يقول انا ما كذب شهدوا علي كذب مصطفى انا هاي ما كذب ولا خاف ولا نهاية يلا تذكر توب ما اعمل كذب لا لا أمين كلش وما اقول سامي كذب بس اكون نسب يعني زين ما نفع انا كذب كذب ما اي كذب كذبات ومن يقول غير هم ما شايفينكم كذب جوز انت كذب من جوا الجو انا وياهم سنين هذا وياه صار جد 20 سنه صار له ساعه يفتر عليك محافظ ما كذب لا مو صار ما كذب ما كذب حلو ما يكذب المشكله هو يشتري بس ما يبيع اي يشتري بس ما يبيع هيجي حلو مصطفى اسال الولد تمام خلصنا هنا بنصكم تفضل شلونك شو اخبارك ما تكذب بخير تمام طالب اعزب كاسر ذاك اليوم طلعت من السادس يا الله بالتوفيق ان شاء الله يا رب ان شاء الله موفق يا رب ان شاء الله يوم الدكتوراه تمام هاي ان شاء الله ذكرنا وعرفت الموضوع عن الكذب الكذب هاي استخدم حياتي اليوميه مال تلفوني مغلق ما ادري شنو طيران وما ادري شنو يدقون علي ما جاوبهم هذا الكذب مالتي يعني كذبه كبيره كذبتها والله كبيره كون كبيره بعد بعيد منها ودي يطلع انا ذاك اليوم شخطت السياره مال ابوي وقلت له واحد يجد يعني شخطه مو انا شخطت ها هاي اعتراف ترى هو شخط سيارتك حجي حجي راح اسوي لك ميشن وشوفه هو شخط سوي له تاك تاك مصطفى لازم تسوي له تاك ابو مرة بالدنيا والدك اسمه؟ عبير تمام عمي وصدق السالفه بعد ما يحتاج ما يحتاج احنا نقول غيرها بعد بعد اتكلم عن موقف وايد الوالده مكذب عليه والله الصراحه ما اذكر هو شنو سوى بعد شي كذب اذا شخص يعطى ابوه يعني اذا ابوه يجي يسوي العد بالغريب شي يسوي تمام شوف الشخص اللي وياك شلونك الحمد لله والله زين كذب انت مبين ما تكذب لا والله ما كذب انا شيني انا اصلا انا فنجان انت انشر ميمز دائما يعني وهاي كلش مشهور يعني على الانستغرام انا وايد كذب بحياتي ايوه اي احترق تسمعه مكذب على ابويا وعلى امي اوجه رساله لامي اللي عافتني لا بغداد انا كلش احبك والله العظيم من كذب تكذبت عليها انا هو اكذب على امي يعني تعال كل واحد هيك يعترف يعني مره وقعت الكوميدي مال شو اسمه مال الكتب كلياتها وقعتها بالقاع قالت انا منو وقعه انت ما ادري يعني وايد كذباني بعد على حبيبتك انا ما عندي حبيبه شي شغله عنكم يجوز ليش تظلموه اذا انا مكذب عليهم اصدقائي انا هذا اخوي انا هذا ما اكذب عليه ابد اخوي صراحه اخوك اي هذا دائما اكذب عليه انا اقول له اذا اتغدى واقول له روح لا اقول له هسه جايكم وانت بالبيت مو؟ ها حلو هاي ها ليش احنا من مثلا عندنا مثلا موعد او شيء خاصه انا عندي تصوير مثلا انا بالشغل ها اقول لهم للقناه هسه جايتكم وانا بعدني بالشغل نفس الموضوع تمام الحين جايين من الطريق هاي خابرتنا مصطفى ها ايه مصطفى عافيه عافيه ايش شكو ايش بابا اشتردين تحاملوا قد التصوير عند طالع عند المشينه جايين قبل ساعتين بس لا انا بالبيت مصطفى يخابرني وين انت اقول انا على القناه وانا بالبيت تمام شكرا لكم حبايب ربي يدوم صداقتكم ويدوم قوتكم ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله بلقاء ثاني اشوفكم ان شاء الله الجمعه حلوه شكرا لكم الله يديكم ان شاء الله بعد لا تكذبون وانت لا تكذب ابد لا لا هذا هو خلاص هاي يسوي لها صار علامه بعد ما كذب اي والله ايش قصدك يعني؟ انا علامه ها مو راح اصير علامه بعد ما كذب يعني علامه كذاب ربي يوفقكم ان شاء الله الله يوفقكم ان راحتكم مشكورين لكم واسعين عن الازعاج اعزائي المشاهدين كنا فقرتنا فقره الكذب كنتم معانا باحلى فقره طبعا على ختام كذاب احلى فقره 24 ساعه تشذب راح امشي تشاعه مزاج كذاب مزاج راح امشي تشاعه تمام روح على ختام فقرتنا فقره المحور نلتقيك في فقره اخرى اوه ثلاث البيبسي والله ذاني انسطرت تعالوا يانا
اعزائي المشاهدين، وقبل ما نبدا بالفقره عندنا موهبه غناء. شلونك؟ زين الحمد لله. اسمك؟ منتظر. منتظر عندك موهبه غناء؟ موهبه غناء. الزم الماك؟ اوكي اقربنا. ما جيت على بالك ولا وحشتك، للموت وعدني تظل نفذ كلمتك، شترجى من واحد بدأ يحضن خيالك، لو موت ما أغلط ولا أعشق بدالك، فجأة رحيت واني رديت منك ولو تفسير عسوي، وبياذني عايف قلب نفس عزيز وبالعشق دليت حالي نحتاجك واتمنى شوفك، ما متعود ابد هلقى دعوفك. شكرا. الله الله عليك. شكرا لك يا حبيبي. موهبتك الحلوه. ونبدي بالفقرات. تمام. فقره تحدي مصطفى نبدي. تمام. اعزائي المشاهدين ومتابعين برنامج اوتو، فقرتنا هي فقره تحدي البيبسي. عندنا عندنا فريقين، ايه معاها فريق اسم الخير حسين. حسين راح يكون وي ايه. يعني لا تحكي حسين. حسين شارك بالبيبسي. محمد. ام حسين. لا 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 اي عافيه قول افوز تمام. عليكم ايه 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 الفوز عليكم بعد. تعال حسين يمي، تعال حسين يمي، شوف ايه بقى. انت ولا حسين وياك احنا نفوز. نفوز لا احنا نفوز. من اللي يفوز؟ تمام خلينا نجيب بيبسي. والله ما شربت البيبسي. مصطفى يفوز علي لا مين راح تفضحنا انت اليوم حسين؟ لا ما اعطيك لا انه كله فرق. الله يلا با الزم الزم خلاص سوي المحسن شويه دلك ليه؟ المحسن يستاهل تمام ما عيني؟ محسن محسن اخصى يلا اخصى يلا يلا اي رجعوا لي ورا اوقف يلا اوقف رمجان 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 هاي رجعي يلا واحد اثنين ثلاثة ثلاثة روح يلا محسن عافية عافية محسن 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 سكة سكة محسن اخوي محسن هرب لي ايش بك عمي ما شايف؟ اشرب اشرب انت مجال ايش يسوي؟ اي اي عفي عفي محسن اخوي محسن محسن ها شاف اطلع ابو عم ايش يسوي؟ عم ايش مو شاي والله محسن روح يلا بس بعد 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 نمبر لا محسن لا لا محسن لا لا محسن اطلع برا اطلع برا محسن انا 25 ترى والله كفو كفو ها مصطفى كفو مصطفى كفو حسين وربحنا عليكم ها احنا واحنا واحنا نفوز عليكم بابا احنا نمبر 1 تمام زين تمام احنا جبنا تايجر خطيه الف عافيه حسين ربحتني على مصطفى حسين انا زعلان عليك يلا عوضك المرء اريد القطب يا رب ها مصطفى شنو احساسك؟ مع الغش مع الغش هو ما ماكل طلع هو ماكل انا ماكل لا ماكل ولا اهلك لا هوت ولا ما ادري شنو احنا ربحنا عليكم زين بس انا كرت شكرا لك حبيبي اسمح لي ازعاج حبينا شويه بالك بطل الف عافيه الف عافيه شكرا لكم الف عافيه حبايبكم ها راحتكم ربحت هسه انتوا واحد وانا صفر اعزائي المشاهدين خليكم ويانا ويهلون سهاي حلوه ونروح لتحدي اخر رابحه على مصطفى نروح لتحدي اخر واني اخذ هذا التحدي لا هذا اني لا اني لا اني اني وبعدنا مستمرين مع التحدي اخر وشباب اثنين ويانا حلوين راح نشوف التحدي داخل التحدي ايه اخذت فيه المركز الاول وهذا التحدي ان شاء الله انا اكون المركز الاول حتى يكون تعادل بيناتنا وبعدين نلعب على الفايز شلونكم؟ حبيبي الحمد لله شو اخباركم؟ الله يسلمك اسم بالخير؟ جعفر جعفر راح يكون وياي يعني جعفر تدرب وتمرن خلينا نشوف آلي اسمك عبد الرحمن اوه عقودي اردك تربح اليوم اردك تكسر عين لا تكسر عينك لا تتغزلين بي ولا تكسر عين عبودي عبودي ما يفوز ما يفوز عبودي تربح اربح يربح يلا اريد البيبسي تعالي بيبسي تمام عزم شاهدين راح نسوي تحدي البيبسي ونشوف اي عزيز عطشان يقولوني يلا افتح لحد ما اقول واحد عفوا خلينا نقول واحد اثنين ثلاثة، أنا حقول يلا أني واحد اثنين اثنين ثلاثة
يلا عبود. عافيه عافيه عافيه. يلا شوي ارجع لي تزمين بطل ما يصير اشرب. هاي عافيه. روح 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 اخوي. يلا عبود شيل شيل اعطي مجال. روح عافيه 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 اخوي اخوي. هلا هلا ما ضل شيء. خذ صحك. كمل كمل كمل. لا في شيء اذا مصطفى يربح عليه موتك. يلا نزل اصعد 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 نزل هو اصعد. ما له غرض مشي مشي اخوي. عافيه 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 عافيه. هلا على كيفك والله ما جي شوي شوي. يلا اخوي بسرعه اشرب وياي. اشرب اشرب خلينا نفوت. يلا يلا اشرب. والله ما ادري ايش اسوي. ما عاد شيء ما عاد شيء. خلينا ارتاح 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 ارتاح. يلا 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 شيل نصب. راح يموت. واني واني وحتخسرني. يلا روح روح عبود. قول يا الله يا الله. روح 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 روح. يعني المركز الاول نقص. يعني فاز فريقي. فاز فريق على ايه. انا يعني فزت عليك اول مره ونمبر 1. انا نمبر 1. احنا النمبر 1 وانا جدا مشكور من يمك. تمام. اشبيك اشبيك على كيفك على كيفك. عمود ايش اسولف لك؟ سولف لي صارت انت شفت البيتزا. المصور قال قال يربح الولد. جيتي خدمتني. والله كفو كفو كفو. هذا التحدي خلاص. راح نشوف تحدي الاخر هو اللي راح يحسم بيني وبين اي. وان شاء الله تفوز. انا اربح يا اني افوز نمبر 1. يعني شكرا لكم شباب. شكرا لكم. وراحتكم. تمام. اخذ شربه اشرب مسويات اخذ شربه. اعزائي المشاهدين اروح لتحدي اخر. اي هسه احنا واحد كل. تمام. اذا فزت بالتحدي اللي ورا يعني انا ثلاثه وانت صفر. واذا انت فزتي واحد واحد واحد. احنا بس سمعيني. اذا فزتي انت ثلاثه وانا صفر. يلا. اذا فزت ثاني فانا ثلاثه. هاي يسمون المقالب. تمام. خليكم بيها متواصلين اعزائي المشاهدين. ونروح ل اقول لك هاي قد اعزائي المشاهدين. شنو هاي؟ هاي جديده. لا ما ودي سياره. شوف واحد قدام. ايه تعالوا تعالوا يعني. وبعد ما متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين قناه دبليو تي في وطن. فقرة التحدي فقرة كلش جريئة. تعرف على اصدقائنا. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ مقتدي. مقتدي. مقتدي؟ مقتدي. باوع. باوع باوع. اذا خسرت تدري ايش اسوي لك؟ ايش اسوي لك؟ تدري ايش اسوي لك؟ دير بالك مني. تشرب البيبسي. كله. كله. تمام. شلونك؟ انا اتعرف على صديقك. شلونك؟ اهلا وسهلا. بس انا اريد هو يتعرف علي. لا دقيقه دقيقه. لا كل من فريق اذا تربح دير بالك. اوكي شلونك؟ شو اخبارك؟ انا مالي شيء من يمك. ترفع راسي ها عيني ونضغط انا وياك نضغط اي بشكل مو طبيعي. لا 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 نضغط والله ذا صعب. وبجدار بجدار بعد جدار مالتي. اي بس اسمعي نضغطها وبجدار. ابو علي ابو علي نضغطها وبجدار. لا والله لا والله. تعال اعطيني بيبسي. بيبسي هاي بيبسي. انطي بيبسي الايه. تمام. مو تفشلنا. لا 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 لا. قول اربحكم اربحكم. ايش اسوي؟ ما بين علي ما بين علي. تمام. يلا افتح البيبسي افتح البيبسي. اقول من واحد ثلاثه وبشو. دير بالك مقتدي. انا راح اقول دير بالك. انا راح اقول. تمام اعزائي المشاهدين اخر تحدي بيني وبين ايه. يعني لو ايه تفوز لو انا افوز. لو انا ثلاثه وايه صفر. لو ايه ثلاثه وانا صفر. ونقول واحد اثنين ثلاثه. لا لا ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير. لا 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 ما يصير ما يصير. هذا غلط. لا هذا غلط. لا 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 شويه. هذا غلط. هذا هنا غشينا. هنا غشينا. ما يصير. اشرب اول شيء. تشرب دقيقه دقيقه دقيقه. لا اشرب نص من. لا لا ما يصير. لا مو عامل لك باو علي. ما يصير عامل باو علي. كافي. يلا يلا روح. يلا ما يصير ما يصير. مقتدي يلا يلا يلا. ها صاحب اطلع على الشاشة. يلا يلا يلا. والكاس الكاس مالتنا. اما حتى اذا فاز صاحبي انا صاحبي شفوزي. اها ها. عفوي عفوي. البطل خطية البطل. عفوي عفوي عفوي. استمر استمر استمر. شو؟ يلا مقتدي. شو؟ مقتدي. بعد بمجال بمجال بمجال. يلا 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 مقتدي. وحش وحش والله وحش. تقرب شوي تقرب 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 من الكاميرا. تقرب من الكاميرا. يلا 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 يلا. حط راح يموت ولدي. اسعافات اولية يا ولد. عافية. ها آية آية آية. اخويا حتموت مجال. شو السالفة؟ والكاس الكاس مالتنا. حرة حرة. والله لو مخليني اكمل. فنك ليش؟ لو مخليني اكمل. وبجدارة.
لين تغش يا جداره ولو ما غشيتي الله يوفقك لو خلينا كمل شلون يصير يعني شلون يصير عفيف مقتدى شلون يصير واني ربحت واني اخذت شكرا لكم الله يحفظك حبيبي شكرا وانا يا صغار وانا اكسويه شكرا حبيبي طبعا تقول له شكرا طبعا تقول له شكرا بعوجهك عم عزام مشاهدين ما ضايج آية ولا انا احنا واحد واثنيناتنا تمام واثنيننا واحد وآية فازت شكرا لك عزام مشاهدين انا ضحيت اوقف الزم بس الزم وانا ربحت من اقول لك لا تتحداني الحلقه الجايه تحداش وبجداره اعزائي المشاهدين خليكم وياي نروح فقره اخرى من فقراتنا برنامج اوتو تعال خدشيه تعالوا مشاهدين قناة دبليو تي في وطن ننتقل إلى فقرة جوائز نتعرف على صديقنا مرحبا مرحبتين عيني شانك الحمد لله وجهك حال الكاميرا شانك الحمد لله من وين من بغداد من وين من الكاظمية من الكاظمية هالولد العظمية الجاذة شلون أجواء المول والله تقبل حلوة مول جديد ايه؟ مول جديد حلو يعني حلو تغير شوي تغير جو تغير جو إيه. حلو ايه خرجوا من المول مات اي شوي إيه واحد يغير نفسه إيه. عن نفسه إيه. طبعا اليوم عندنا فقرة جوائز إيه. راح اسالك سؤال اذا جاوبت عليه راح تربح ويانا جائزه مقدمه من قناه دبليو تي في مستعد ان شاء الله عشان الضحكه دقيقه ما عيني صور قرق لما راح يعني اللقاء شنو انت تحكي مصور يعني ما نجول انا والله ايش في هذا خبل اول شيء انا احترم الاخ داز راس اثنين يعني المهم هي البرامج حلوه مالتكم انا ما ضايق من راشد بس اسوي ابو عبد انا ما ضايق من راشد ضايق ناد راك عليك تدلل شكرا لك استاذ داز راس في دول عمرك عسى مشاهدين بعدنا مستمرين وياك متواصلين وياك في مول والله ما اقدر في ناسنا الحلوين تمام وانا ضايق وقت شوي يصير علي ان شاء الله محمد عسى مشاهدين بعد كافي خليكم مستمرين خليكم مستمرين ويانا نروح على فقره وبعدنا متواصلين وياكم اعزائي مشاهدي قناه دبليو تي في وطن وبعدنا متواصلين في فقره الجواز نتعرف على اصدقائنا مرحبا مرحبا شلونك تمام اسمك احمد منتظر اسمك علي ومنتظر واحمد حياكم الله بغداد من وين من يامن من البلديه شلون اجواء المول والله الحمد لله تمام تونستوا كلتوا شربتوا الحمد لله اشتريتوا اشترينا امهم انت شعليك
اليوم عندنا فقرة، شنو معلوماتكم قبل ما نبدأ بالفقرة؟ زينة زينة؟ بس دقيقة 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 لازم وين؟ ها 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 شنو هاي؟ ها ايه صيح عندي تين اسنا شو مسوين؟ ها شنو هاي؟ ترى احنا باللقاء لا استاذ لا زعم استاذ لا وين الشباب حلوين مرتبين؟ جيب اكبر منهم؟ شنو؟ ترى عيب شنو هاي؟ مو انا مو انا بس دقيقة بس دقيقة انتظروا بس دقيقة ها؟ بس دقيقة بس دقيقة بس دقيقة انتظر شو بس قلي عن شيء ما مقتنع بيهم؟ منتظر عيني ها الأستاذ ما مقتنع بيهم بس أولها ما مقتنع بيهم شنو أنت ما مقتنع بيهم؟ ها؟ شنو أنت ما مقتنع بيهم؟ شباب حلوين ومرتبين وبتعلمه وتخبرون ما بس حبينا يعني شوية ايه ما مقتنع فينا من حبك لا شاء ايه صحيح ترى يقول عليكم خلي يولون لا خلي يولون صقاش انا ابد ما اعرف ليه ترجع السالفة ليه ترجع السالفة شو قناة دبليو تي في والله قناة حلوة وقاعدين نشوفها على اليوتيوب كل شيء يعني مقالب يعني تمتع وضحك وهاي في دول عمره دول قلب اهم شيء كم تورسين اهم شيء رفع له ضغطكم ولا لا اروح يا تعالي ايش تقول لا زين الحمد لله لا 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 اطلعوا بزوده بزوده طلعوا اي عصب عنا عصب شكرا لكم شكرا لمشاركتكم واسف قبل ما عندنا شيء مو حلو تعال وسهلا حياتنا لكم تعال راس وفرحتكم مشكورين بعدين مشكورين وياكم ونروح ننهي الفقره تمام عزيزي المشاهدين نروح الى فقره اخرى من الفقرات اللي موجوده من برنامج كو برنامج اوتو خليك معنا وصل حتى تعال وبعدنا متواصلين وياكم اعزائي المشاهدين ونبدأ فقرة جديدة فقرة الهيدفون نتعرف على الأمور الحليه لابس قاط اسود طبعا صديقي لان يحب الاسود مبين مو يحب الاسود يعني مثلي اعتقد هذا نيلي لا اسود يلا مشي اسود اسود شلونك الحمد لله اسمك علاوي 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 خوش عريس ما تتفوت علاوي مو ابنه يشتغل ما يجيب انه عايف امه وخواته يشتغل لحبه يا بابا ها علاوين انه علاوين يجيبن علاوي عندنا فقره الهيدفون راح مصطفى يعطيك الهيدفون وتغني ويا الاغنيه مستعد؟ مستعد شلون صوتك؟ والله ما ادري موشي 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 صوتي موشي يلا, يلا مصطفى يلا علاوي الهيدفون زين خلي سماعه دانات علاوي حباب حباب علاوي كبران كبران صار تغني كبران طين مايك ايه تفضل تمام علاوي وهنسمع علاوي اغنيه تمام هاي غني علي جاسم يلا علاوي يلا. قول واحد اثنين ثلاثه وعلى شبعك حب وشبعك دلال اي تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال 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 شبعك حب وشبعك دلال تعال يا ابن الحلال بس لك منطي مجال تعال 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 وردة كلك كان قافل عليك ليش قافل عليك وريد اشرد بيك وين ماخذك تروح ما خليك تعال 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 ويلي الويل شلون انا وانا موتني الغرام هاي وين مش بيه روحي متخبل عليك وان تعرف احساسي شنو شنو احساسي خبره كلش حلو ولي متخبل عليك هو علاوي شكرا لك يا حبيبي تمام طي سماعات وصوتك يخبل صوتك يعني حلو يعني انا تخلت علي شويه وردت اكسر الحاجز علاوي بس لا على صوتك يخبل صوتك حلو علاوي شنو امنيه حياتك؟ اي والله بس انجح بس المطلوب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندك هذا الواهز؟ اي والله زين حافظ شعر؟ اي والله حافظ شنو الشعر يلا خلينا نسمع شعر من علاوي قولها عادي قولها عادي عادي
يقول والله استاهلك بس كسر ظهر العوز عذرينا وعلى حالتنا تعبان. الله ادري يكسر خاطرك انعل برنامج حبيبي. شكرا لك حياتي حبيبي بسيط حبيبي. عزام شاهدين ورا ما نكمل عزام شاهدين بعدنا متواصلين لكم نروح لشخص اخر من فقرتنا فقره التليفون. خليكم وياي متواصلين اغنيتنا. ورجعنا مع عزام شاهدين من فقرة الهيدفون ونشوف شخص آخر ويانا بهاي الفقرة نقول شلونك حبيب قلبي شلونك زين سلام شو أخبارك والله الحمد مرتاح إن شاء الله الله يسلمك إن شاء الله بخير مصطفى كافي متزوج ولا شو سريع أنت متزوج ولا أنا إيه بعدني خاطب ليش عجل هذا قاعد أشوف واحد خذ الكواليس قال ليش قال متزوج لا هو متزوج ما هو لا دي الإمارة أنت متزوج أو ما متزوج متزوج شاب إيه بدأ قال لا مزوج إيه هذا قال ليش لا مزوج تمام يا بنت شوفينا من هسه تبرى من عدك لا حبيبتك هسه صارت حبيبتك هسه قلت ما مزوج عندنا فقرة ما هي تفون تمام ها يعني راح شغلك أغنية آية وتغني وهي الأغنية بصوت عالي بس تكون أغنية حافظها حافظها هي محفوظة أغنية ما له غرض هذا الهيدفون خلي الهيدفون تمام عزام شادي خلينا نسمع صوت العذب ونشوف صوت يا بنت ريس صمون جوعان صمون فلافل يلا 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 بعلاوي تفضل ايش الجن ما تنعس اي تكوي القلب بينار لو شابك عدس اي شوبي اجمال لو فنجان حتى انهار اي قام يرمها جد اسمه محمد ها شاه اي ها شاه داري وانا ابن عماره فل الطياره لا تفت قدامه شاعر ساطوري ها شيري ابو لحم قام يبلد دنيا ها ما محمد اي ما محمد ما محمد ما محمد صلوات وين تفلت؟ تفلت القرص علت المصريين كلهم سحقتهم يلا كمل يلا كمل شاه اي شاه بردان؟ اها اي الشباب غيرها غير غيريها 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 يلا هذا يحكي صلي يلا طيب لي غيرها طيب لي غيرها بما انه هو اخر مشترك يلا خل نغير له خل ندار هلا يلا كمل كمل ويا آية وين عزام شاهدين اسمع غيب علي يوم وين ايه؟ لا تغيب اكثر حبيبي خف وموت من الحنين هذا طلع التلفزيون وانا بوعي الساعة 7 الصبح اشي التلفزيون وكسري لا تغيب اكثر حبيبي خف وموت من الحنين وانت اصلا ميت ظلبك هلا هلا والله لو محمد الساعة شي يسوي نجيب محمد الساعة باب شكرا لك ابو علاوي تمام اذا سمعت شكرا لك سويت اغنيه مال اشا انا سويت بردان هذا شكرا لك اهلا وسهلا شكرا لك حبيب قلبي ربي يوفقك اوكي بالله ما يحتاج اوكي بالله والله احلى قناه هاي دبليو تي في بس هذا الرجال خطيه متاذي شابع كتل شكرا لك وصوتك كان يلعب النفس اي والله صدق حبيب علاوي عزام شاهدين بعد ما شفتوا كل فقرات اللي موجوده من اول فقره الى اخر فقره الى فقره التليفون نقول لكم في نهايه الفقره وختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم برنامج اوتو ان شاء الله تلتقي وياكم بحلقه جديده ومتعودة دائما على الضحكه وابتسامه واهم شيء ضحكتكم وابتسامتكم عزام شاهدين قناة دبليو تي في وطن وصلنا وياكم إلى ختام حلقة لهذا اليوم انتظرونا بحلقة جديدة من برنامج أوتو وي باي في مان الله